خالد ما شاء الله تبارك الله طالع من عند اللجنة وفيه ابتسامة وراحة بال عظيمة، نسأل ايش هالسبب مع بعض. خالد ايش سبب الابتسامة؟ والله بالنسبة لي يعني انا دائما الابتسامة الحمد لله، وغير كذا انا عندي كذا طريقة في المقابلة الشخصية، دائما اسوي البرود الطبيعي. تتوقع ان هالحيلة نجحت معك؟ جدا، مو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، يعني دائما اتوقع انه الافضل انك تطلع على طبيعتك. طيب. خصوصا برنامج واقعي مثل زد رصيدك. طيب. خالد، ردة فعل اللجنة بناء عليها كم تعتقد من 10 نسبة دخولك لهالبرنامج اللي الكل شغوف فيه؟ والله لا تعطيني على الإيجابية، أعطني على الصدق. والله الصدق هم رفعوا بي، بس ما ادري هل هو صدق ولا. طيب كم تعتقد من 10؟ اتوقع 8 واقعية جدا. طيب خالد، الكاميرا امامك والمشاهد يستمع لك والمايك طوع يديك، ايش تقول لهم في نهايه هاللقاء اللي ان شاء الله انه يكون امتداد اللقاءات على الهواء مباشره وتسجيل غيرك؟ والله انا اقول يعني دائما كانت دعوتي الله يكتب لي الخير وين ما كان، وان كان في دخولي في زد رصيدك خير فالله راح ييسر لي، وان كان الخير في مرات جايه باذن الله فان شاء الله ان الله ييسر غيرها. أنا متأكد بالخير بالنسبة لي بشوفة كل يوم لقائي معك. وشرف لي صراحة والله شوفتك يا أستاذ زياد، وإن شاء الله أنها مهلة خيرة.